طيب، بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ الكبير استاذ محمد القوسي الناقد الرياضي المعروف. يا استاذ القوسي منورنا ومشرفنا. مساء الفل امير، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك في كل مكان. كل سنه وانت طيب، واعضاء الاهلي طيبين، وجمهور الاهلي طيب، وكل المصريين يا رب طيبين بخير، ويا رب تكونوا قضيتوا عيد اضحى مبارك، ويا رب ان شاء الله العيد الجاي كلنا نكون على جبل عرفات باذن يا رب الله. يا رب ان شاء الله، واللي امان كبيره ان شاء الله تتحقق ان شاء الله في المرحله المقبله، وربنا يجعل دايما ايام المصريين في اعياد وافراح جميله كده، طبعا بجانب الشغل يعني ما نقعدش على طول طبعًا. في اجازات يعني لو هم المصريين نفسهم نفسهم يقعدوا في اجازات لا يعني طبعا هتلاقي في ناس واخده اجازات مثلا من يوم الجمعه اللي فات، وخدوا جمعة طبعا من العيد، من قبل العيد بيومين، ومكملين أربعة وخميس، ومكملين جمعة وسبت. بقول لك يا أستاذ أوسي، أنا كل يوم خميس باجي، أنا مشوار بعيد شوية، باجي بتبقى الدنيا زحمة جدا، النهاردة الدنيا رايقة جدا، الكل مكمل. ما خلاص ما هم لسه مكملين أجازة. كل مكمل يوم السبت. ما هم كملوا أربعة وخميس، وهياخدوا خميس سبت وجمعة وسبت، هيجوا يبدأوا من يوم الأحد. يوم الأحد إن شاء الله. طبعا كتير، بس يلا يعني يا رب تكونوا احتفلتوا. إن شاء الله. ونبدأ إن شاء الله مرحلة عمل، لأن بلدنا محتاجة جهد كبير جدا، محتاجة عمل كبير جدا خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله دايما بنسعد بوجودك يا أستاذ أوسي. قبل ما نستفيض في الحديث مع الأستاذ محمد القوسي، خلينا نستعرض أهم العناوين الخاصة بالأخبار المحلية والعالمية. يلا بينا. بوابة فيتو، اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بدون جمهور. في اليوم السابع، اتحاد الكرة يطالب الأندية بإرسال الملاعب المستضيفة لمبارياتهم بالموسم الجديد. البوابة، المقصة يتعاقد مع الفرنسي جيرجيو مدرب الأحمال. بوابة الأهرام، اليوم يد مصر الناشئين يواجه أيسلندا في ربع نهائي كأس العالم بمقدونيا. بوابة الشروق، فان دايك يصارع ميسي ورونالدو على جائزة الأفضل في أوروبا وصلاح سادسا. يورو سبورت عربية، بوجبا يتوعد مانشستر يونايتد بالرحيل المجاني بسبب ريال مدريد. سري 60، زيدان على وشك الخروج من ريال مدريد للمرة الثانية. طيب نبتدي يا أستاذ أوسي محلي، وبعد كده نخش في العالمي شوية، وبعد كده إيه نتفرغ للنادي الأهلي. تمام. محليا خلينا نبتدي بوابة فيتو. بتقول إيه؟ بتقول إن اتحاد الكرة بيعلن إن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بدون جمهور. تعليقك على الخبر ده؟ يعني طبعا علامة استفهام كبيرة كبيرة قوي يعني. يعني أنا ما كنتش أتخيل إن كلمة بجمهور أو بدون جمهور دي نسمعها تاني بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد ما فتحنا الأبواب على مصراعية للجماهير، وشفنا الجماهير في قلب القاهرة في كل ملاعب القاهرة، جماهير مصرية وجماهير عربية وجماهير أفريقية، كله متاح للدخول والخروج بأمان، وكان التأمين على أعلى مستوى، وكان في أكتر مباراة في وقت واحد، وكان عندك 24 فرقة، وكنت مأمن ده وعامل ده بشكل عظيم جدا وشكل رائع جدا. أنا الحقيقة مش لاقي أي مبرر على الإطلاق إن المباراة تلعب من غير جمهور، يعني يعني كنا المفروض نسينا الموضوع ده. الواحد تفائل كثيرا بعد انتهاء الكان 2019 إن الجمهور يرجع للمدرجات، الجمهور يرجع لعرينه، الملاعب تعود إليها الحياة، تتساقط عليها قطرات المطر فتنبت تشجيعا وهتافا واحتراما وحاجات جميلة جدا كنا نشوفها في المدرجات. أنا الحقيقة مش شايف أي مبرر خالص. أنا يعني إحنا مندهشين إن مفيش جمهور، بغض النظر عن هي مباراه الاهلي وبيراميدز. انا اتمنى كل المباريات يتم فتح باب للجمهور المصري باكبر عدد ممكن، يعني لان الجمهور ده بجانب ان هو بيمثل دخول ماديه للانديه بتساعدها في عسرتها، وده مهم جدا، وخصوصا بالنسبه للانديه الشعبيه سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او الاتحاد او فرق صعد جديد زي اسوان مثلا. كل ده محتاج، وطنطا، كل ده محتاج بجانب المالي محتاج الدعم الجماهيري، محتاج جمهور يقف معاه. واذا مش هيكون فرق بين فرقه شركه لا يشجعها الا اللي بيلعبوا فيها واللي بيشتغلوا فيها، او حتى ربما اللي بيشتغلوا فيها ما بيشجعوهاش، وبين نادي يعني خلفه مئات الالاف ومئات الملايين
لا يستفيد منهم، يعني ده مش موجود في اي مكان في العالم. شوف كنا بنتفرج امبارح على السوبر الاوروبي وده هيجي له حديث بعد كده، بس شوف المنظر كان عامل ازاي، المشهد كان عامل ازاي. يا جماعه احنا لازم ننطق الى الصوره دي، لازم نتخلص من الصوره السيئه عن المدرجات المصريه، لازم الناس تلتزم. واحنا شفنا الجمهور المصري قد ايه التزم لما كان في انضباط وفي التزام، واعتقد ان بقوه القانون وبعصا القانون نستطيع ان نجبر اي حد على الالتزام وعلى الانضباط وعلى الاحترام زي ما هو موجود في كل انحاء العالم. فانا شايف ان ده قرار يعني غريب جدا، قرار مش في محله. يعني كنا متفقين الدوري كان بيتلعب بنسبه معينه من الجمهور، كنت اتمنى على الاقل الزمالك قالوا لك ساعتها عشان تكافؤ الفرص مش هيبقى في جمهور، لكن بعد الدوري هيبقى في جمهور. طيب ما احنا الدوري ما هو الكاس، ليه الكاس اتلعب من غير جمهور؟ يعني ما دي فرصه عظيمه ان احنا نرجع جمهورنا. لماذا لا نتمسك بهذه الفرصه؟ لماذا نهدر الفرصه ونعود الى المربع صفر من جديد؟ انا شايف ان هذا الكلام يعني لا يتفق مع ما حصل في امم افريقيا، ونحن حتى الان لم نستغل النجاحات التنظيميه العظيمه التي حدثت، النجاحات الجماهيريه الكبيره التي جرت، الاداء الراقي للمصريين كشعب في التعامل مع الوفود اللي جت لينا، ده كان مهم جدا. كل ده لم نستفد منه وعدنا وكأن شيء لم يكن، ما كنتش اتمنى ان ده يحصل على الاطلاق. موضوع متعلق بالجهات الامنيه اللي لهم كل التقدير والاحترام في قراراتهم، هم الادرى بكل شيء يعني، واحنا اكيد يعني بنحترم كل هذه القرارات والاجراءات الامنيه بكل تاكيد يعني. طيب نروح لخبر اخر. من اليوم السابع اتحاد الكره يطالب الانديه بارسال الملاعب المستضيفه للمباريات الخاصه بكل نادي بالموسم الجديد. هل ده معناه ان باذن الله ممكن نشوف موسم جديد مميز بملاعب محدده لكل فريق؟ يعني ممكن ده يكون معناه ان اتحاد الكره ماشي في الطريق الصحيح يا استاذ اوسي من وجهه نظرك؟ الطبيعي ان كل فريق يبقى ليه ملعب محدد وواضح ومعروف زي العالم كله، زي كل العالم، وليه ملعب بديل كمان. يعني ما لقيتش هنا هلعب هنا يعني، فده يكون واضح ومحدد. وطبعا شيء مميز ان ده يطلب ويبقى واضح ومكتوب ومحدد. اعتقد ان الاهلي دايما بيفكر في هذه النقطه قبل ان يفكر فيها اتحاد الكوره. يمكن الاهلي ذهب لاستاد القاهره وتعاقد مع استاد القاهره على ان تكون مبارياته المحليه ومبارياته الافريقيه موجوده على هذه الملاعب، واختار اتحاد النادي الاهلي ملعب استاد القاهره كملعب اساسي بالنسبه له. واعتقد نادي الزمالك نفس الاختيار يعني في نفس الطريق يعني. فمهم جدا ان اتحاد الكوره يحدد الملعب. لن يكون عوري مميز ولن يخرج لاعبين مميزين الا اذا كان عندنا ملاعب مميزه وفرق لها ملاعب تلعب عليها، والملاعب دي محدده، لابد من وجود الملاعب، توفرها، تحديثها بشكل واضح ومحدد، نظر يعني منعا للتضارب اللي ممكن يحصل. كمان ده هيساعد الفرق ان هي تركز بشكل اكبر. لما كل فريق كليه ملعب هيقدر يلعب على الملعب ده ويتمرن عليه ويحفظه، ويستطيع ان يستفيد صاحب الارض من الارض، يعني بدل ما انت كل يوم بتلعب في حته يعني. وحتى انا برضو مندهش ان الاهلي برضو بيلعب مباريات في برج العرب. طبعا مع احترامنا لكل الجهات المسؤوله عن هذا القرار، سواء كان في اتحاد الكوره او الجهات الامنيه، طبعا لهم كل التقدير طبعا. لكن برضو عندنا ملاعب في القاهره مهمه جدا، وكنا متوقعين ان الاهلي لن يخرج من القاهره في ظل وجود ملعب زي استاد القاهره، زي الدفاع الجوي، زي استاد السلام، ملاعب اللي كانت يعني مبهره في الكان 2019 يعني. اتمنى ان ده يعود اللعب على هذه الملاعب حتى كل فريق يقدر يلعب وسط جمهوره. يعني معروف ان شعبيه الاهلي الكبرى موجوده في القاهره، يكون دوري طبيعي يعني، وده الطبيعي يعني، مفيش حد دوري طبيعي. ده الطبيعي يعني. كل واحد يا عم انت اختار اي ملعب يلعب عليه واحنا هنقدر نعمل لك التامين. واعتقد ان الدوله المصريه قادرة على فرض التأمين في أي مكان، وشفنا ده، وعندما أرادوا فعلوا، وعندما أرادوا نجاح بطولة نجحت البطولة. وده مهم جدا، بيؤكد على قوة الدولة المصرية وقدرتها على تأمين أي حدث مهما كان. بدليل إن احنا قادرين على استضافة أي حدث عالمي، لو جابوا السوبر الأوروبي عندنا هنا هنعمله بهذا العدد من الجماهير، ومحدش يقدر يشكك في هذا الكلام. عندنا بعد هذا النجاح المبهر أفضل لاعب هيكون في الغردقة موجود. عندنا أماكن كتير جدا في مصر نقدر نستضيف فيها أحداث عالمية كبيرة جدا، مش مجرد احداث محليه، مش مجرد مباراه في كره القدم في الدوري او في الكاس. فمهم جدا يعني تتاح الفرصه للفرق لاختيار ملاعبها، ويعني تتم الموافقه على هذه الملاعب وتامينها باقصى درجه ممكنه. طيب ماتش مباراه الاهلي وبيراميدز، طاقم تحكيم مصري، شايف ان دي ممكن تكون بدايه لعدم اللجوء لحكام اجانب، خصوصا مباراه الاهلي وبيراميدز مباراه قويه، مباراه تقيله يعني؟ يا فندم ده الطبيعي. كويس.
بس هو كان طبيعي السنه اللي فاتت اللي كان ده اللي كان ما كان ما حدث في الدوري المصري في الموسم الماضي امر غير طبيعي عندما تستعين ب 26 طاقما تحكيما اجنبيا بالزبط. فهذا امر غير طبيعي. ده كان الهدف من هذه القرارات هو تدمير الحكم المصري، وبالفعل نجحوا بدرجه كبيره جدا في تدمير الحكم المصري فعلا. بدليل ان احنا ما شفناهمش في كاس الامم الافريقيه. انت مين عندك حكم مصري؟ حكم ده حكم من ابراهيم نور الدين وجهاد جريشه. ابراهيم نور الدين وجهاد جريشه، وجهاد جريشه دول ماتش طرديه ما كانش ليه اي معنى اللي هو الثالث والرابع يعني شفنا الحكم الاثيوبي بملاك يعني ده حكم البطوله كلها، ده ماشي معاك في دور 16 والثمانيه ماشي للنهائي يعني يعني طبيعي جدا حتى وانت بره الارض ان يكون عندك حكم يدير نهائي، مش شرط اساسي بس ده الطبيعي ان يكون عندك حكم مصري بهذا المستوى، يكون عندك حكام مصريين على اعلى مستوى. فهذه الاستعانه بعدد كبير جدا من الحكام الاجانب اثر بدرجه كبيره جدا على المصريين، خطوه مهمه جدا مهمه جدا، وبندعم فيها كابتن سمير عثمان. واول قرار احترمته فيه واول كلمه قالها لا للحكام الاجانب في ماتش واحد في القمه، تعرض لهجوم من البعض، تعرض لهجوم شديد، هجوم غير منطقي، هجوم ملوش اي معنى غير ان محاوله مبكره للتاثير على التحكيم وعلى الحكام. هذا الكلام طبعا هذا الكلام يحدث في ظل انا اسف جدا وجود اتحاد كره ضعيف، عندما يكون هناك اتحاد كره ضعيف يهتز التحكيم ويهتز المسابقات وتهتز الملعب، كل حاجه تهتز، فلابد ان يكون عندك اتحاد كره قوي يحكم ويحمي رجاله ويحمي لجانه ويحمي مؤسساته ويحمي افكاره ويحمي المسابقات بتاعته اللي بيديرها، زي ما بتشوف في الدورات الاوروبيه المحليه في الدورات الكبرى اللي احنا بنتفرج عليها كلنا بالزبط. او الدورات اللي ما بنتفرجش عليها، ودوري الابطال والدوري الاوروبي والسوبر الاوروبي، وحتى في دوري الابطال الافريقي وفي الكونفدراليه الافريقيه الحكم هو سيد الملعب بالزبط. هو الحاكم بامره في الملعب، هو الرجل الذي لا يستطيع احد ان ينال منه شيئا في ارض الملعب، هو الا اذا نظر اليه اي لاعب نال عقابا يعني كبيرا يردعه، ففي عقوبات رادعه، هذه العقوبات الرادعه غير متوفره في اللوائح المصريه للاسف الشديد. فمهم جدا ان احنا نستعين بحكام مصريين، واتوقع نجاح للحكم المصري ما دام هناك ثقه، واتوقع نجاح لسمير عثمان شخصيه مميزه جدا. إذا الكابتن عثمان يعني راجل ليه رؤيه، راجل ليه فكر، راجل محترم جدا، راجل يعني من جيل الوسط اللي هو يعني بيمثل جيل شباب مهم جدا طالع يقدر يشيل حمل وثقه لمنظومه التحكيم المصري، بس نديهم فرصه ونديهم حمايه كبيره، لانهم بدون حمايه لن نستطيع. وهنتكلم عن موضوع الحمايه ده لما نفتح موضوع السوبر الاوروبي وكيف نجحت امراه في اداره اول سوبر اوروبي في التاريخ. ده ملف هيكون مهم قوي هنتطرق ليه بعد قليل جدا. لكن موضوع المدير الفني لمنتخب مصر، عارف كويس قوي ان هو لازم اللجنه تيجي وكل الكلام من ده، لكن الاسماء دايما كل يوم بتسمع ان ده اقرب ده اقرب، من وجهه نظرك او طبقا لمعلومات حضرتك مين اقرب لتولي مسؤوليه المدير الفني لمنتخب مصر الاول؟ يعني حتى الان هو قال واحدا الاقرب هو الكابتن حسام البدري طبقا لكل المعلومات المتداوله ما لم يحدث جديد، يعني طبقا الاتصالات مع وزاره الشباب والرياضه، الاتصالات مع من يتولون إدارة شؤون الكرة المصرية حتى الآن كل ده بيلف ويدور حول شخصية حسام البدري، أو تقريبا اتصالات معه، هل هناك اتصالات مع أشخاص آخرين أم لا؟ المؤكد أن هناك اتصالات، لأنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع البدري لوجود بعض الخلافات في بعض الأشخاص. وزي ما قلنا قبل كده أن المدير الفني لمنتخب مصر لابد أن يكون مختار بعناية وبدقة طبعا، وإذا أختير المدير المنتخب المصري طبعا المفروض نوفر له الأجواء اللازمة كي ينجح، لكن ليس من المنطقي أن المدير الفني المنتخب المصري يأتي إلينا بأشخاص يعملون معه وهم مجرد يعني تعظيم سلام لسياده المدير الفني. دي جزئيه مهمه قوي بقى، يعني انت قصدك كده ان لازم المدير الفني يكون مع شخصيات قويه، يكون مع شخصيه قويه، والرجل الكف، الرجل الموهوب، الرجل اللي واثق في نفسه، مش مجرد تكمله عدد. بالظبط، بيجيب ناس كفاءات، انا مش مجرد اجيب واحد احط مدرب مساعد او مدرب عام لمجرد ان هو حبيبه وصاحبه وبيسمع الكلام، الكلام ده مرفوض تماما، والكلام ده منتخب مصر. الكلام ده المفروض يبقى في حسم كبير جدا من الجهات اللي مسؤولة عن هذا القرار تشكيل الجهاز الفني. لابد ان يكون مدرب منتخب مصر يقدر يتحمل المسؤولية مستقبلا، يعني انا بنشوف ده في في في, في ألمانيا بشكل كبير جدا، لما بيجي مدير فني بيمسك منتخب بيبقى الرجل اللي بعديه هو المرشح رقم واحد في ألمانيا ان هو يتولى المسؤولية بعده مباشرة. صح صح، وشفنا كلينسمان وبعده لوف وعملوا التجربه دي ومستمر بقاله فترات طويله جدا.
فانا ما جبتش واحد ونجح طبعا ونجح وخد كاس عالم عمل نجاحات عظيمه ورغم اخفاقاته بعد كده لكن واثقين في قدراته وقدرته لانه مختار بدقه وعنايه. فلما يتم اختيار مدرب كفاءه طبقا لابد ان يكون المدرب العام في نفس الشكل اللي هو الرجل الثاني بحيث ان لا قدر الله اذا غاب الرجل الاول تولى هو المهمه وقدر يحقق النجاح. النقطه دي يا جماعه مهمه جدا طبعا. مش معنى ان انا يعني اخليه يجيب الناس اللي يقدر يشتغل يريحوه في الشغل ان اخليه يختار لاي واحد سوري في اللفظ واحد قدراته التدريبيه متواضعه لا يملك الا ان يقول نعم وحاضر هذا الكلام مرفوض ولا يصح في منتخب مصر ولا انا عايز واحد يجي يقول للمدير الفني يساعده يديله بعض الاشارات يديله اراء يديله رؤى لما يكون في عقلين بيفكروا غير عقل واحد لما يكون في اربع عيون او ست عيون غير اتنين عيون بيبصوا ويشوفوا في الملعب الكلام ده مهم جدا لان ده منتخب مصر. طب عايز اروح لمنتخب الناشئين كره اليد في الحقيقه واللي عاملين انجاز لحد دلوقتي مميز جدا وعندهم مواجهه ابتدت الساعه 6:30 يعني نص ساعه تقريبا مع منتخب ايسلندا في دور ربع نهائي من كاس العالم بمقدونيا. طمنا عليهم. بتشوف عايزين نعرف يا جماعه اخر جديد النتائج ايه؟ 14-10 لمصر شيء مميز يا رب ان شاء الله تكمل على خير باذن الله ويتاهلوا لدور نصف النهائي. تعليقك على المسيره او المسيره المميزه جدا للمنتخبات المختلفه لكره اليد. ما كان هذا النجاح سيتحقق ما لم يكن خلف هذه المنظومه اتحاد قوي واتحاد مميز كويس. واتحاد عامل مسابقات مميزه بلوائح قويه ومميزه. اتحاد لوائح بتطبق على اللاعبين على المدربين على الحكام على الجمهور على اي حد بيخرج على النط بتطبق على هذه اللوائح لوائح الاحتراف اتحاد اليد معروف من ايام الدكتور حسن مصطفى ليه لوائح خاصه ولوائح منظمه طبعا. حتى ولو لم يتفق بعضها مع اللوائح العالميه ولكن هدفه تحقيق استقرار وانضباط كامل في المسابقات المصرية وده اللي خلى كرة اليد المصرية تصل إلى مرحلة العالمية طبعا. سواء سابقا وأخفقنا بعض الشيء أو لاحقا الآن يعني الكابتن هشام نصر واتحاد اليد بيقودوا سيمفونية رائعة من الإبداع الكروي وإبداع الرياضي بتتكلم عن ناس دلوقتي بتشتغل على مستوى عالمي بتتكلم على منظومة ترى مستقبل مصر مشرق في كرة اليد عندما منتخب شباب اليد يفوز ببرونزية العالم وكان قاب قوسين او ادنى من الوصول الى المباراه النهائيه فده شيء عظيم. منتخب الرجال الكبار لما ياخذ المركز الثامن في بطوله العالم ها هو منتخب الناشئين دون 19 عاما باذن الله داخل على المربع الذهبي ويكون على الاقل ضمن ضمن افضل اربعه في العالم فطبعا شيء عظيم وشيء مميز. دي منظومه كره اليد المصريه يا ريت الاتحادات الجماعيه في مصر تستفيد وتتعلم من هذه المنظومه ونقدر نصل للعالميه بهذا الشكل. طيب نروح عالميا بقى شويه قبل ما نهتم باخبار او قبل ما نشوف اخبار النادي الاهلي واخر الجديد ايه لكن امبارح كانت مباراه السوبر الاوروبي ما بين ليفربول وتشيلسي وليفربول كسبت 5-4 ضربات الجزاء بعد تعادل 2-2 في المباراه ككل. تمام. في جوانب عديده في هذه المباراه وانا عايز ابتدي بالجانب التحكيمي. تمام. طاقم حكام نسائي. تمام. لاول مره يدير مباراه بهذا الحجم في بطولات اوروبيه للرجال. تمام. رايك ايه وتقييمك ليهم ايه وشايف الخطوه دي ازاي؟ يعني طبعا السوبر الاوروبي دايما سوبر مبهر سوبر منظم سوبر بيكون على اعلى مستوى. اول لحظه ملحوظه او لقطه جميله نخرج بيها من السوبر الاوروبي هو طاقم التحكيم النسائي الذي ادار هذه المباراه العظيمه. لاول مره في التاريخ يتم اسناد مباراه كبرى للرجال في اوروبا لطاقم تحكيم نسائي بقياده الفرنسيه ستيفاني فيربارت ومعاونتها مانويلا ودي فرنسيه برضو وفي معاونه ثالثه ايرلنديه اونيلا. حاجه عظيمه جدا حاجه محترمه جدا شفنا قد ايه الجديه والصرامه والالتزام والاداء المتميز والثقه في الاداء يعني تشوف تشعر ان يعني لا بص الابتسامة قبل الماتش لا لا حاجه محترمه يعني جدا مفيش ضغوط ولا حاجه مش داخلين على ماتش بقى ده بيحكموا سوبر اوروبا يعني مش ماتش عادي بص يعني الابتسامة مثلا هي بتسلم على محمد صلاح مثلا لا لا حاجه طبعا نجم كبير برضه دي لقطه مهمه على فكره يعني لا طبعا حاجه مهمه جدا وحاجه محترمه جدا شفناها شفنا قد ايه لياقتهم البدنيه عاليه جدا لياقتهم الفنيه عاليه جدا لما تتكلم على الحكم اللي في الملعب حكم الساحه تحركاتها عظيمه تحركاتها مميزه قراراتها جريئه قراراتها سريعه عندها ثقه لما اتكلم على المساعدين رشاقه كمان رشاقه رشاقه ده اهم حاجه طبعا ولولا رشاقه اصل الناس دي بيتم اعدادها بقالها فتره طويله جدا سيدة يعني عندها رشاقه مميزه بالظبط طبعا ده عندهم رشاقه مش عند حكام الرجال موجودين عندنا في الكره المصريه بالزبط. يعني للاسف الشديد يعني لكن ترجع تقول يعني كيف وصل الثلاث سيدات دول الى هذا المستوى؟ انا عايز اشيد بمستوى المساعدات ازاي امبارح ضبطوا تسللات ممتاز يعني ممتازين. كمبيوتر كمبيوتر بجد يعني انا في حاجات انا شكيت فيها لما اترفعت الرايه ازاي مثلا حصل كده لما اتعادت حاجات بالملي
يعني ما في اشاده كبيره جدا. طبعا وان كان حصل بعض الخلاف على ركله الجزاء اللي عدده، لكن في حكام كبار اكدوا ان هي فعلا ركله جزاء صحيحه بغض النظر عن اي شيء، حتى لو كان القرار غير سليم او في نسبه شك فدي مش دي القضيه. بنسبه مثلا مش اقل من 98% حققوا نجاحات كبيره جدا في المباراه، يعني تقدر تديهم 9/10 مثلا في المباراه، وده نجاح كبير جدا لاول مره بيحكموا مباراه زي كده وبثقه كبيره جدا. هم طبعا يعني الفير بارتي دي عندها 35 سنه، سابقه ليها ان حكمت نهائي كاس العالم للسيدات الاخيره اللي فازت بيها امريكا، وحكمت مباراه تشوف ازاي دولتها نفسها اديتها الفرصه واديتها الثقه، حكمت مباراه في الدوري الفرنسي للرجال كاول امراه برضه، فده مهم جدا. ده هل احنا نقدر نستفيد من التجربه دي؟ ازاي بقى نستفيد من التجربه دي؟ مش عايز اقول ان احنا ايه ندخل عنصر النساء في الحكام، لان ده صعب عندنا شويه يعني، اعتقد يعني صعب شويه عشان نتكلم بصراحه، لكن ازاي نستفيد من التطور الهائل اللي وصلوا ليه بره في موضوع التحكيم يا استاذ اوسي؟ احنا عندنا الموضوع متاخر جدا في الحقيقه يا استاذ امير. ده هم وصلوا لتطور ان يسندوا مباراه لكده للستات او لحكمه سيده يعني، وده مجال كان بعيد جدا عن مجال تحكيم ست ان سيده تحكم للرجال. بالظبط. تخيل لو دي نزلت في ماتش مصري، شوف مدى الاعتراضات ومدى السخريه ومدى الكلام غير اللائق والتشويه التي قد تتعرض له عقب المباراه مثلا او اي حاجه يعني. الموضوع هيبقى صعب في الحقيقه. وطبعا ده ممكن يحصل بس بشرط واحد، ان قبل ما يكون عندك حكم قوي او حكمه قويه ان يكون عندك اتحاد كره عظيم القوه. طب اتحاد كره قوي ولا ثقافه مختلفه؟ لا لازم اتحاد، اولا اتحاد كره قوي، اتحاد كره قوي عشان يقدر يضبط ده. انت لو شفت اللعيبه دي التحكيم امبارح هم نازلين بثقه، ليه؟ لان عارفين وراهم ظهر هيحميهم. صح. هما بيتحركوا بياخدوا قرارات، عارفين وراهم قوه تحميهم، وعارفين ما فيش لاعب جوه الملعب هيجرؤ ان ياخد اي تصرف تجاهه، وعارفين ان ما فيش اي جزء من الجمهور هيقدر يتحرك تجاههم او يهتف او يشتم او الكلام ده مش موجود خالص في اوروبا، مش ملوش وجود على الاطلاق طبعا، بجانب السلوكيات والاخلاقيات المحترمه اللي المفروض اساسا تكون عندنا كشعب شرقي محترم يحترم التقاليد والقيم والاصول وعنده دياناته المحترمه جدا اللي بتحث على الاخلاقيات والقيم، فالكلام ده مش موجود هناك. فقوه الاتحاد المصري هي اللي هتفرض قوه شخصيه الحكم. احنا بنلاقي الحكام الرجاله مهتزين لان خلفهم اتحاد ضعيف، بنلاقي ان الحكم بيطلع بعد المباراه تقريبا يعني بيهدر دمه، سخريه من الحكم، سخرية من شخصية الحكم، سخرية من خلقة الحكم اللي هي خلقة ربنا. بالزبط. بعض الناس بيسخروا منه. بالزبط. يعني انتهاك لقراراته وتشويه لقراراته واتهامات بقبض واتهامات بفلوس واتهامات بمجاملات وحاجات كتيرة جدا بتحصل. هذا الكلام مرفوض، المفروض اتحاد الكرة يكون قوي ويتصدى لمثل هذه الأمور. لما بشوف رئيس لجنة الحكام المصرية اللي لسه ما بدأش عمل لغاية دلوقتي وما زال في طور التكوين وتشكيل اللجنة كابتن سمير عثمان، والراجل يتعرض لهجوم مبكر بهذا الشكل بدري فطبعا ما فيش. طبعا لو في اتحاد كره وبيحمي يبقى كانت ما حدش كده يقدر يتكلم. كان في فتره معينه من الفترات كان عندنا اتحاد كره قوي، كان في تعليمات صارمه ان اي حد هينتقد الحكام عقوبات مباشره وايقافات مباشره وغرامات لا تتخيل. ما كانش حد بيجرؤ ان يقرب من الحكم. ما ان سقطت هذه اللوائح وهذه القوات اصبح دم الحكم مباح، واصبح الحكم هو الحلقه الاضعف في منظومه كره القدم المصريه. فنتمنى ان اتحاد الكره يعيد الهيبه للحكام، لان هيبه الحكم من هيبه اتحاد الكره، زي هيبه القاضي اللي قاعد على منصته في المحكمه من هيبه الدوله. لولا ان هذا القاضي يعلم ان خلفه دوله تحميه وانه باشاره منه يقدر يدخل واحد القفص ويسجنه، محدش كان يحترم هذا الرجل اللي قاعد فوق. صح. سواء حكم صح او حكم غلط، سواء عدل او ظلم، عدل او ظلم او حكم صح حكم غلط، دي حاجه مالناش دعوه بيها، ده قضيه ثانيه. انا المهم ان قراره يحترم، شخصيته تقدر عشان ينزل هو قوي جدا. صح. فده مهم جدا وده امر لا بديل عنه طبعا. فنيا بقى المباراه، شفت المباراه ازاي واهميه تتويج ليفربول بهذا اللقب، خصوصا ليفربول بتضم نجم كبير جدا محمد صلاح، وهل البطوله دي ممكن تضيف لي بشكل كبير في المنافسه على افضل لاعب في العالم؟ طبعا احنا يعني كنا نتوقع ان المباراه تكون فنيا اعلى من كده. لو كان ليفربول اعلى من كده، لان كانت المفاجاه ان تشيلسي كانوا وحشين قوي، يعني تشيلسي نازل بشكل كبير جدا مع لامبارد اللي هو بيمسكه مدرب شاب طموح جديد. شفناهم مسيطرين يعني فنيا وبدنيا، وكانوا ممكن ينهوا الماتش بهدف واثنين ويخلصوا الدنيا في الشوط الاول. حتى في الشوط الثاني اتاحت لهم الفرصه ان يحققوا ده،
الحقيقه ليفربول ما كانش في مستواه المعهود اللي احنا نعرفه عنه والمستوى اللي نهى بيه الموسم، وهنلتمس ليه العذر ان هو في بدايه الموسم برضو يعني. وفي عناصر كانت بتلعب بطوله افريقيا كمان بالظبط يعني، في بعض اللعيبه اللي كانت بتاع، بالرغم ان الفريق ما زال يعني المجموعه اللي موجوده هي المجموعه اللي انهى بيها الموسم يعني، ما ضافش ولا لعيب غير لعيب عنده 16 سنه بس يعني. بالظبط يعني مجموعه كلها تفاهم وكلها انسجام، وادريان طبعا، فطبعا ده اثر طبعا، ادريان الحارس طبعا عمل حاجه. شوف ادريان الحارس البديل قدر ازاي ينقذ. هقول لك معلومه اكيد الناس كتير جدا عارفاها، ادريان ده كان لعيب في ريال بيتيس في اسبانيا، وانتقل من 2013 لي ويستام لحد 2019، خلص عقده مع ويستام في 1/7 وكان فري الفتره دي كلها. وليفربول يعني ما كانش عنده نادي، ليفربول لما مشي مينيولي الحارس البلجيكي راح بلجيكا جابوا ادريان، اتصاب ألسون نزل ادريان مع اول مباراه على طول وجاب لهم بطوله اوروبا. ففي الحقيقه حاجه مميزه جدا، حاجه مميزه. امبارح كان حاجه عظيمه جدا يعني، كان احد ابرز المكاسب بتاعه المباراه يعني، حتى الدفاع بتاع ليفربول على غير عادته يعني، كان في ثغرات كتيره جدا نفذ منها لعب. قبل ما نكمل الحديث بس على ليفربول، مصر متقدمه على ايسلندا، انتهى الشوط الاول كام كام يا جماعه؟ 21-14 الشوط الاول كده. ان شاء الله تشيل فاينل باذن الله. ان شاء الله اتفضل. ان شاء الله يحقق المنتخب الفوز بهذه المباراه ويتقدم، وده يعتبر انجاز كبير جدا لكره نرجع للسوبر اليد المصريه طبعا. فطبعا كان ممكن السوبر يبقى اعلى من كده فنيا لو كان ليفربول في مستواه المعهود، لكن طبعا الحظ ساعده ان هو قدر يتعادل وقدر يتقدم، وطبعا ركلات الحظ وفق فيها بدرجه كبيره جدا نظرا لتميز اللعيبه بتاعته وتسجيل الخمس ركلات، بالاضافه الى توفيق الحارس ادريان ده وصد الركله الخامسه، بالرغم ان هو تحرك في هذه الركله بشكل غير قانوني يعني نسبيا لا يعني يعني دي احتسبت يعني من بعض الاخطاء على الحكم المباراه، ان كان لابد ان يعيد هذه الركله، لكن في النهايه كويس ان ما عاداش وليفربول فاز بالبطوله، ومحمد صلاح اضاف لنفسه بطوله اوروبيه جديده يعني، الحقيقه بطوله نفخر بها لصلاح ابننا ابن مصر، هذه البطولة الخامسة له أوروبيا. هو كان فاز بالدوري السويسري مع بازل، فاز بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي لما كان، رغم أنه لعب عدد قليل جدا أو وقت قصير، لكن شارك في الدوري، فاز بكأس الخيرية برضو مع تشيلسي، وها هو يفوز هذا الموسم بدور الأبطال ودور السوبر ليحقق خمس ألقاب وخمسة وخميسة عليه، وربنا يوفقه ويبعد عنه المنتقدين ليه بعنف واللي بيحاولوا يدمروه، لان محمد صلاح في النهايه هو لاعب مصري بيحمل اسم مصر وبيرفع علم مصر في كل المحافل، وسيقود الكره المصريه اذا كان لم يوفق في الكان الاخيره نظرا لظروف كثيره جدا. مش هو أوي. هو مش سوبر مان، مش هو المتسبب اللي فيها يعني، مش هو السوبر مان محمد صلاح اللي هيخلص الليله يعني، واخد بالك. فطبعا دي كان حاجه انجاز عظيم وانجاز كبير لصلاح، ان شاء الله ربنا هيكرمه كمان يريح كاس العالم للانديه. اعتقد ان لو خد البطوله دي هيقدر يكون منافس بقوة على اللي هو رجل أفريقيا الأول اللي فاز بيها في العامين الماضيين، طبعا مرشح ليها محرز، الكثيرون يرشحون محرز علشان خد كأس الأمم الأفريقية وخد الدوري المحلي، طب ما صلاح خد دوري الأبطال وخد السوبر وإن شاء الله ياخد كأس عالم أندية وهو هداف الدوري الإنجليزي، فإذا كان ده عنده مميزات فده عنده مميزات، وفي ساديو ماني معاهم يعني ثلاثة الحقيقه ثلاثه يعني عاملين انجازات كبيره جدا ثلاثه يعني، فبالتوفيق طبعا. في نفس الوقت حته احسن لعيب في العالم دي صعبه شويه، لان فان دايك في الحقيقه هو اللي اعتقد هينافس بقوه على هذه الجائزه يعني، مدافع ليفربول تتوقع يعني؟ بص دايما دايما لسه يعني ما اعتقدش يعني، هو دايما ميسي طبعا هي جائزه ذا بيست متواجد فيها محمد صلاح كافضل 10 حتى الان، لكن انا بتكلم على البالون دور كمان. ده طبعا ده حاجه عظيمه، محمد صلاح بقى اسمه مطروحا في اي جوائز عالميه، وشيء مهم جدا انه يطرح اسمه، وكنا طبعا في الفخر. انا كان العام المنصرم كان يعني كان كل امنيتي ان اشوف صلاح واقف كده جنب كريستيانو رونالدو الحفلات دي ومودريتش وقف وقعد وراح وشاف، شفناه في احسن ثلاثه في اوروبا كان موجود، فدي حاجه عظيمه جدا. انت بتتكلم عن واحد ضمن افضل خمس لعيبه في اوروبا على الاقل، وصل لضمن افضل ثلاثه في اوروبا. دلوقتي خلاص يعني بقى بعد النهارده اعلان الاتحاد الاوروبي على القائمه المكونه من 10 لاعبين، او خلاص هم دلوقتي بقى ثلاثه اللي بينافسوا على افضل لاعب في اوروبا يا استاذ اوسي، ميسي رونالدو فان دايك. محمد صلاح جه في المركز السادس، قبليه ألسون بيكر في المركز الرابع، ساديو ماني المركز الخامس، المركز السابع ايدن هازارد، بعديه كل من ديليخت، ديونج،
والمركز العاشر رحيم ستيرلينج، لكن يبقى في العشرة هو رقم ستة كمان. ده رقم ده ضمن افضل 10 لعيبه في اوروبا، اللي هم افضل 10 لعيبه في العالم يعني. بالظبط. انا اعتقد ان يعني طبعا فان دايك طبعا عنده افضليه عن ميسي وعن رونالدو انه واخد دوري الابطال واخد السوبر، ودي تعطي له افضليه كبيره جدا طبعاً. لكن لما برضو تبص على ميسي، ميسي لاعب يعني غريب. لا يقارن باحد الحقيقه، لاعب لا يقارن باحد الحقيقه. صحيح لم يوفق وخسر باستثناء الدوري اسبانيا او كاس اسبانيا اللي كتبهم، لم يوفق فيه مع منتخب بلاده في كوبا امريكا كالعاده، ما بيحققش اي القاب مع منتخب الارجنتين، وما بيكونش حتى تشامبيونز ليج خسروا. فطبعا الحاجات دي توازنات، ودي ارقام، واكيد في حسابات كتيره جدا هتحسمها، والحاجات دي برضو فيها حاجات كتيره جدا تانية بتلعب فيها دور كبير جدا يعني من تحت الكواليس. طيب نروح بقى للنادي الاهلي، ومباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه ايضا امام بيراميدز ان شاء الله استاذ اوسي يوم السبت بعد بكره الساعه 8 في استاد الجيش برج العرب. كيف ترى هذه المباراه دور 16 طبعا من كاس مصر؟ تمام. الاهلي طبعا تعتبر مباراه في بدايه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. شفنا يمكن مباراه كانت مباراه اطلع بره في دور ال 64 زي دور ال 64 في دوري الابطال. الاهلي خلص هذه المباراه باربع اهداف بلا مقابل. شفنا الفريق قد يعني برضه ما نقدرش نحكم على مستوى الاهلي في مثل هذه المباريات، يعني احنا قلنا احنا خلاص اكتشفنا ان المباراه سهله جدا والمنافس ضعيف جدا، وده شفناه على الواقع قدامنا في ارض الملعب يعني. اعتقد ان مباراه بيراميدز مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه. طيب قبل ما نستفيد في الحديث عن مباراة بيراميدز، عايزين ناخد معلومات أكتر وأكتر عن مباراة الأهلي وبيراميدز، فبالتالي نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير يا كريم، برحب بيك، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك وكل مشاهدي قناة الأهلي. طمنا يا كريم، آخر أخبار عندك إيه في مراد النادي الأهلي؟ التدريبات كلها جديه يا امير بصراحه، يمكن ده اللي لامسينه، كلها حماس وتركيز كبير جدا لفريق النادي الاهلي. مباريات الكاس ليها حسابات خاصه، ليها تكتيك، ليها حسابات خاصه داخل المستطيل الاخضر وايضا كمان خارج المستطيل الاخضر بالنسبه لكلا المديرين الفنيين. يمكن لسه مارتن لاسارتي خلاص وصل للمراحل الاخيره، بيتابع بشكل مستمر، نقدر نقول يمكن الملخص الاخير لمباراه فريق بيراميدز ويتولى الاخيره اللي يمكن استطاع ان هو يفوز فيها بنتيجه 4-0. لكن زي ما بقول لك في حماس كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، تدريب يمكن شغال بدا 6 وربع او 6 وثلث نظرا لحراره الجو امير، اللي كانت الجو حر قوي جدا النهارده. يمكن كانت الساعه 6 كمان متواجده في ملعب التتش، لكن الشمس كانت قويه جدا، فنقدر نقول 6 وثلث بدا بالفعل المران بمحاضره للجهاز الفني بالكامل، اجتمع بيه اللاعبين كالعاده الكلام والحديث كله عن اهميه بطوله كاس مصر. الجمهور منتظر بطولات عديده جدا، قدر النادي الاهلي ان هو يحسم بطوله الدوري، والجمهور منتظر كمان ان شاء الله بطوله كاس مصر تكون من نصيب النادي الاهلي، وتكون انطلاقه باذن الله من مباراه بيراميدز. ومباراه بيراميدز اميل كالعاده احنا مش نخبي على بعض، وكل جمهور النادي الاهلي عارف لها حسابات خاصه لكل اللاعبين بالتحديد، يعني اللاعبين هنا واللاعبين هنا المباراتين اللي فاتوا او التجربتين اللي النادي الاهلي قدر ان هو يشارك فيهم كسر فيهم. لكن المباراه دي ان شاء الله يكون النادي الاهلي في التوب فورم، يمكن مركز باذن الله، وان شاء الله تكون من نصيبنا. عايز اطمنك ونطمن كل الجماهير كالعاده على بعض اللاعبين اللي ما شاركتش في مران الامس، وكان عليهم بعض الجدل او بعض الكلام كده ان هم هل في اجهاد هل في اي حاجه. انا باكد لك على علي معلول ورامي ربيعه النهارده بيشاركوا بكل قوه، تدريبات كلها شوتنج كلها كروسات كلها سبرنتات النهارده، بيعلنوا جاهزيتهم بشكل كبير جدا. بجانب الشناوي كمان طمنا عليه من الكابتن طارق سليمان. اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يا امير في تكتيك لمستر مارتي لاسارتي، عامل ملعب كامل، يعني الملعب نقدر نقول في العاده او في كالعاده ان هو بيكون في ثلث ملعب في التكتيك، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها مستر مارتن عامل تقسيمه كامله لكل لاعبي النادي الاهلي، اللي شايفه محمد الشناوي في حراسه المرمى ومصطفى شوبير في المرمى المقابل ليه. زي ما بقول لك كل الامور الحمد لله ماشيه مع فريق النادي الاهلي، تدريب النهارده جيد للاعبين، غدا كمان الساعه 4 عصرا يكون تجمع فريق النادي الاهلي، والساعه 5 يكون المران الاخير على ملعب مسطره التتش، ومنها ان شاء الله الى الاسكندريه من جديد استعدادا لهذه المباراه. انا معاك يا امير ايضا كمان لو في اي استفسارات. موقف رمضان صبحي وليد سليمان يا كريم. رمضان صبحي ابدا معاك وليد سليمان، وليد سليمان بيعلن جاهزيته بكل قوه، امس كمان شارك في التدريبات بكل قوه، النهارده كمان متواجد في التكتيك الخاص باللاعبين. زي ما بقول لك كل اللعيبه رمضان صبحي قدامي دلوقتي بيتدرب بكل قوه، وكان مشارك في التصويبات وفي الكورسات، كل اللعيبه امير الحمد لله بدنيا وفنيا جاهزين، باستثناء طبعا نقدر نقول محمد محمود وشريف اكرامي وسعد سمير وكريم نزل الرباعي اللي لسه يمكن واحده واحده ان شاء الله، لكن الاقرب ان شاء الله شريف اكرامي ان هو يكون متواجد
يعني في خلال 10 ايام 12 يوم ان شاء الله يشارك مع لاعبي النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله باذن الله يبعد الاصابات عن لاعبي النادي الاهلي خلال المباريات القادمه باذن الله. لكن رمضان بيشارك في التدريب بشكل طبيعي يا كريم؟ رمضان بيشارك، انا بقول لك يمكن امامي دلوقتي مثل احنا بس يا كريم انا بسالك طبعاً. بالتحديد على رمضان، لان كان معانا بعض الاخبار على مدار الحلقه ان رمضان ممكن ما يكونش جاهز شويه لهذه المباراه، فاحنا بناخد طبعا الاكيد منك انت يعني. من خلالك يا امير طبعا ومن خلال الكلام في الميديا وقناه النادي الاهلي، رمضان الصبح بيعلن جاهزيته بشكل كبير، بيكون متواجد كالعاده في التشكيل الاساسي، والرؤيه طبعا بتقول لمستر مارسيل الصرفي اللي شارك في التدريبات، بنشارك دلوقتي في التقسيمه، وزي ما بقول لك الحماس والجديه هي اللي طبع على فريق النادي الاهلي، والتحذيرات المستمره لعدم الاحتكاكات، الدخول يكون بحرص شويه على اللاعبين نظرا للحماس الكبير جدا اللي احنا شايفينه في ارضيه الملعب. باذن الله ان شاء الله امير كل الامور تكون مهيئه باذن الله في مباراه الاهلي وبيراميدز يوم السبت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كريم. انا بشكرك، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان معانا في مداخله مهمه جدا يا استاذ اوسي، وكلمنا وطمنا منه طبعاً على الفريق قبل مباراه مهمه زي مباراه بيراميدز. ده طبعا مهم نطمن الناس على رمضان صبحي، من العناصر المهمه جدا في الاهلي، ومن العناصر اللي اكيد وجودها في مباريات كبيره زي كده هيكون مؤثر، يعني وجود في مباريات بتحتاج نوعيات معينه من اللاعبين. طبعا اعتقد ان رمضان هيكون ليه دور كبير جدا ان شاء الله في المباراه. طبعا زي ما قلت لك مباراه ليست سهله على الاطلاق، لان كلا الفريقين يطمع في تخطي الاخر الى الدور الربع النهائي ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. اعتقد ان الاهلي عنده حماس كبير، عنده دوافع كبيره جدا بعد فوزه ببطوله الدوري، وعنده دوافع اكبر في مواجهه فريق بيراميدز تحديدا بعد الحساسيات والعصبيات اللي كانت موجوده في اللقاءات السابقه. لكن ان شاء الله انا شايف ان الفريق يعني فرصه كبيره جدا ان شاء الله ان يتجاوز في هذه المباراه ويحقق نتيجه طيبه. فريق بيراميدز فريق قوي طبعا، احنا بنتكلم على فريق قوي، يعني فريق قوي وفريق مميز، وفريق يعني بقى ليه شخصيه موجوده في الدوري، وفريق بقى ليه تقل موجود في الدوري، يعني رغم حداثه عهده لكن قدر في وقت قصير في الموسم اللي عدى ان ياخد الثالث، يعني وكان قاب قوسين ان يكون الثاني حتى اخر لحظه في المسابقه. يعني ان شاء الله نتمناها مباراه قويه، مباراه كبيره، مباراه نشوف فيها كره قدم كويسه، رغم انها تعتبر في بدايه الموسم، لان طبعا فريق بيراميدز بقى له فتره كبيره جدا منذ نهايه اخر مباراه ليه في الدوري، كان اعداد وماتشات وديه كتير قوي هو ما ريحش، هو مشغلين كويس جدا على فكره، وماتشات وديه كتيره جدا، لكن هم كتير جدا ما بيعملوش. ايوه انا قصدي ان خدوا فتره راحه كافيه وبعد كده لا طبعا خدوا فتره راحه كافيه اكتر من الاهلي طبعا. الاهلي شوف ما خدش فتره راحه، لان الاهلي فتره الراحه الشهر بتاع كاس امم افريقيا كانوا مخلصين من قبل كاس الامم الافريقيه، فكل ده كان راحه بالنسبه لهم، الا ان بداوا الاعداد مع مدربهم الجديد، ده كان بدايه الاعداد مع مدربهم الجديد اللي تولى المسؤوليه بالظبط دي سابر، وده مدرب كويس يعني مش مدرب قليل، وشفناه قبل كده مع الاسماعيلي كان مدرب مميز وقدر يعمل معاهم نتائج مميزه، ومشي في وقت صعب بالنسبه للنادي الاسماعيلي، والحقيقه قدر يعمل مباراه نتائج طيبه مع منتخب الوغندي، هو يعني مدرب يعني فرنسي من المدرسه الفرنسيه ذات الشخصيه وذات البصمه اللي ممكن يقدر يعمل حاجات كويسه، لكن باذن الله قدام النادي الاهلي مش يقدر يعمل حاجات، يعني ان شاء الله توفيق للاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله. هل الماتشين بتوع الدوري اللي الاهلي خسرهم من بيراميدز ممكن يكون ليهم اثر سلبي على اللاعبين، ولا شخصيه النادي الاهلي دايما بتبقى مختلفه استاذ اسامه؟ لان الكلام والحديث كتير قوي في الجزئيه دي في الحقيقه. انا من وجهه نظري مش النادي الاهلي اللي يتاثر بكده، مش النادي الاهلي اللي ممكن عندما يخسر جوله او جولتين من اي فريق ايا كان هذا الفريق انه ده يتحول الى يعني حاجز نفسي بالنسبه له. شخصيه النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا، ويمكن احنا شفنا المباراه الاخيره، المباراه الثانيه اللي كانت في الدوري اللي الاهلي خسرها بفرق هدف، شفنا قد ايه الاهلي كان مسيطر، والاهلي قد ايه كان متميز، والاهلي قد ايه كان هو صاحب الكلمه العليا في المباراه، فقط لم يتمكن من احراز هدف، يعني كان قاب قوسين أدنى أن يفوز بالمباراة وليس يتعادل، يعني كان الطبيعي جدا يعني الحد الأدنى للمباراة أن الأهلي لا يخرج مهزوم من المباراة، لكن تم إهدار عدد كبير جدا من الفرص، لو نذكر الفرص اللي أضعها أزارو أو جرالدو أو رمضان صبحي، عدد كبير جدا، فالأهلي يعني لم يخطر لنقص فني، ورغم أن الأهلي كان عنده نقص كبير جدا في صفوفه في هذه الفترة، أعتقد أن هذا النقص اكتمل، اللياقة البدنية بتاعة اللاعبين مكتملة، التجانس مكتمل، التجانس كبير، لسارتي فهم الأجواء، كل الكلام ده مهم جدا، فأعتقد أن كلمة أن الأهلي يكون عنده حاجة نفسي تجاه أي فريق، أعتقد ده مش موجود خالص بالنسبة للنادي الأهلي، لا مع بيراميدز ولا مع أي فريق آخر، ولا حتى لما بنشوف الأهلي حتى في المباريات العالمية الكبيرة اللي بيلعبها لما بيستفرق كبيره
بيدخل بمنتهى الثقة والشجاعة ويلعب ويؤدي لأن الأهلي فريق بطولة وفريق ليه شخصية، ففريق بيلعب دايما. دي ماتش خسرته اقفل الصفحة دي وخش على المباراة اللي بعدها. الأهلي خسر دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، لكن هل الأهلي خلاص بالنسبة له الأمور انتهت؟ لا بالعكس، ده الأهلي عنده إصرار شديد جدا وسيقاتل وإن شاء الله يكون نصيبه من هذا الأمر. فطبعا الكلام ده ملوش أساس من الصحة، هو فقط طبعا أكيد جمهور الأهلي متحفز ليرى انتصارا للنادي الأهلي في هذه المباراة، وأعتقد إن طبيعي. لعبته طبعا لديها القدره على تحقيق هذا يعني اكيد شيء مؤكد ان شاء الله باذن الله. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المباراه. نتوقع التشكيل مع بعض، تشكيل النادي الاهلي تشوفه ازاي؟ هو مبدئيا انا لا اتوقع تغييرا في التشكيل، يعني حتى الصفقات الجديده زي ما قلنا في الحلقه الماضيه ان مش هيكون ليها دور في ماتش تطلع بره، لان مش النادي الاهلي اللي هيجيب لاعب ويدخل على طول، لابد من التهيئه النفسيه والانسجام ومعايشه اجواء القميص الاحمر، لان زي ما بنقول دايما الفانلة الاحمر الفانلة الحمراء تقيله يعني على اي لاعب مهما كان، يعني النادي الاهلي اسمه تقيل جدا. بس انا يعني اسمح لي اختلف معاك في الجزئيه دي يا استاذ، احنا نختلف بس المهم الواقع يا استاذ. اوكي بس يعني الحته دي بالتحديد، انت دلوقتي لما بتجيب لعيب بتجيب لعيب بشخصيه كبيره كده كده. اللعب في النادي الاهلي مختلف شويه، انا معاك في الجزئيه دي، لكن حتى في اوروبا انت ممكن تجيب لعيب النهارده يلعب بكره بيساهم معاك في مباريات والقاب. وارد يكون في وجهه نظر فنيه ان انت لسه ثابت على التشكيل دلوقتي مستني التوقيت المناسب اللي تدفع بيه فيه باللاعبين. هو ده مهم جدا النقطه اللي قلتها دي، يعني دي بدرجه كبيره جدا، وهذا ما اقصده بدرجه كبيره، يعني ان انا لاعب مباراه وعندي تشكيل ثابت اللي هو معروف الشناوي. متوقع التشكيل الشناوي في حراسه المرمى، الشناوي عندك ايمن اشرف ربيعه في القلب، عندك محمد هاني، عندك معلول، عندك السوليه، عندك حمدي فتحي، عندك وليد سليمان، عندك الشحات، عندك رمضان صبحي، عندك ازار. ده تشكيل وليد سليمان ولا صالح جمعه؟ اعتقد يعني هما الاثنين تقدر تلعب بيهم، بس اللي شفناه ان هو بيفضل ان يخلي صالح كورقه يستفيد بيها في البدايه. بالزبط. ربما يغير هذا، وارد جدا. صالح ابتدى اساسي المباراه اللي فاتت. انا بقول لك احنا دلوقتي بنتكلم هل هيبدا بصالح ولا وليد سليمان، يعني وارد جدا ان يبدا بده، وده والاقرب هيبدا بوليد سليمان اذا كان جاهزا بنسبه 100%. هو جاهز، احنا تاكدنا ان هو جاهز. خلاص لو جاهز ربما يبدا يعني، او ربما لو ما كانش جاهز ربما يبدا صالح ووليد العكس، فالاثنين ورقتين مهمين جدا موجودين معاك. فالنادي الاهلي ده تشكيل النادي الاهلي في المؤكد ان هم موجودين على الدكه، معاك محمود متولى على الدكه، معاك قفشه موجود على الدكه، موجودين معاك، فما فيش مشكله خالص. ديانج موجود طبعا، مهم جدا. دي كلها توقعات بالمناسبه، يعني احنا بنقول لا وده مش تشكيل اساسي. وارد جدا، وارد جدا ان مثلا تلاقي ديانج نازل الملعب. بالظبط. وارد جدا انك تلاقي متولي موجود في التشكيله الاساسيه، وارد جدا. ليه؟ لان هم موجودين مع الاهلي بقى لهم فتره دلوقتي وكبيره، وكانوا موجودين على الدكه في الماتش بتاع اطلع بره. لكن الاقرب ان ما هيكون مش هيكون في تغيير في التشكيل. الاقرب ان ما يكونش في تغييرات، لكن احنا بنتكلم على دي اخر تشكيله احنا بنقولها، دي اخر تشكيله لعب بيها الاهلي ماتشه الاخير امام في دوري الابطال. المتوقع ان الاهلي يلعب بنفس التشكيله ماشي، لكن وارد جدا ان لازارت يفاجئنا ويقدم لنا تشكيله استراتيجيه معينه. وارد، وارد جدا، مهم جدا يعني، مختلف جدا. لا سيما وان عندك المجموعه اللعيبه اللي موجوده، مجموعه من اللعيبه الثقيله، مجموعه اللعيبه اللي ليها بصمات واللي ليها شخصيه اللي تقدر تشيل. يعني انت بتكلم محمود متولي لاعب ثقيل جدا طبعا. في النادي كان جاي من النادي الاسماعيلي، فله الثقه الاولى وقدرته وعنده طموح واحلام. قفشه نفس الحكايه، ده كمان ناديه السابق اللي كان موجود فيه. ديانج جاهز لهذه المهمه، ومن اللعيبه المميزين جدا في وسط الملعب، والكلام عليه كتير جدا ان هو هيكون ان شاء الله صفقه كويسه وصفقه مؤثره جدا في وسط ملعب الاهلي. فمهم جدا، فوارد جدا ان ده يتم. يعني بنقول ده مجرد توقع وده مجرد استنتاج لما حدث. بتشوف ازاي تالق بعض اللاعبين يا استاذ اوسي مع النادي الاهلي الفتره الاخيره؟ وانا عايز اخص بالذكر حسين الشحات، ما شاء الله بيواصل تالقه مع النادي الاهلي بدايه من مباراه المقاولين. عندك رامي ربيعه، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يحميه يا رب من الاصابات، مميز جدا. عندك مين تاني؟ ازارو بيعود للتهديف. بتشوف تألق بعض اللاعبين دول ازاي؟ لا طبعا يعني ده شيء مهم جدا، وكل ما اللعيبه بتتألق كل ما ده بيصب في مصلحه الاهلي. حسين الشحات بدأ مستواه يتصاعد، المنحنى الفني يعلى بتاعه. وليد ازارو بيسجل اهداف وبدأ يستعيد ثقته في التسجيليه بعد الفتره المعانده الكبيره اللي مر بيها. فنتمنى ان شاء الله يستمروا في هذا الاتجاه باذن الله، وده هيكون في مصلحه الاهلي سواء في الدوري او في دوري الابطال او في الكاس. في ملف مهم جدا عايز اتكلم فيه مع حضرتك يا استاذ اوسي برضه، فيما يتعلق بالاستغناءات عن بعض اللاعبين من قبل النادي الاهلي، ودي سنه الحياه.
لكن انا عايز اتكلم تحديدا عن الطريقه اللي النادي الاهلي بيستغنى بيها عن اللاعبين. يعني مثلا بنشوف ايه؟ بنشوف الاهلي استغنى عن احمد حمودي بيشكره من خلال الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، عمرو بركات، احمد علاء، اكتر اسلام محارب، كل الناس الطريقه مميزه جدا في الزمالك. وشفنا كم ده مع سالف كولوبالي لو تفتكر في شهر يناير الماضي، وكان في احتفال بيه. يعني بتشوف ازاي تعامل النادي الاهلي في الجزئيه دي؟ جميل قوي انك فتحت النقطه دي الحقيقه، والله كان نفسي اتكلم فيها يعني. والله يعني دي من النقاط المهمه جدا اللي بتعبر عن قيمه النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي ومؤسسه النادي الاهلي وقدره النادي الاهلي على التعامل مع اي حد اداله في اي وقت من الاوقات. يعني حتى لو انت كنت ماشي عندي فانت ماشي بشكل شيك وشكل راقي وشكل محترم، والعلاقه بيننا محترمه، والعلاقه بيننا ودوده، وانا بشكرك على الجهد الكبير اللي انت اديته لي. دي رساله بيقدمها النادي الاهلي لكل الانديه اللي موجوده في مصر، في اوروبا بيحصل الكلام اللي انت بتقوله ده، ان اي حد بيمشي بشكل محترم. يعني بتلاقي نجم كبير جدا وماشي وساب النادي والناس بتشكره وبتسقفله ما فيش مشكله خالص، لان دي طبيعه ودي سنه الحياه وده عادي جدا. ممكن اي لاعب ينتقل من اي مكان لاخر. الغير طبيعي اللي بيحصل عندنا في مصر او في دول العالم الثالث المتخلفه، ان لما لاعب بيسيب مكان وكانهم بيرموا حاجه بره النادي كخير الحكومه او بتاع الاهلي، قد يستعين بحد من دول مستقبلا. يعني لذلك حتى الاهلي لما بيسيب حد ما بيجي بيجيبه بتلاقيه مرحب جدا يرجع النادي الاهلي جدا. فتشعر النادي الاهلي ده يعني زي ميه النيل، اللي بيشرب ميته بيحب يرجع له تاني في اي وقت من الاوقات. يعني مع الفرق في التشبيه، يعني كان مجرد تشبيه. يعني ليه؟ لان النادي الاهلي ترك في نفسه اثر طيب واثر عظيم، شاف المعامله اللي شافها جوه النادي الاهلي وشاف المعامله اللي شافها في الانديه الثانيه. وده مهم جدا. لو سالت اي لاعب ارتدى الفانيله الحمراء او لعب في النادي الاهلي في اي عصر من العصور في اي زمن من الازمنه عن قيمه النادي الاهلي، هتكلمك عن قيمه النادي الاهلي وتاثيرها فيه وقدره النادي الاهلي ومعامله النادي الاهلي ليه. حتى الاهلي لما شوف جيلبرتو نموذج عظيم لهذه السؤال اللي انت طرحته والفكره اللي انت طرحتها، ما زال حتى الان يرتدي تيشيرت الاهلي ويقف فخور بيه ان هو كان في يوم من الايام النادي الاهلي. فيلافيو لما جه مصر هنا راح النادي الاهلي وجه النادي الاهلي، هكذا بالنسبه لكل اللاعبين اللي لعبوا في النادي الاهلي. فدي طبعا دي قيمه النادي الاهلي. ما تلاقيش لعيب بيمشي من النادي الاهلي ليه مستحقات يا استاذ اوسي، ده مش عمرنا ما سمعنا. بعض الانديه الثانيه لعيبه بيبقى ليهم مستحقات قد كده، عمرنا ما سمعنا. يعني حتى بالنسبه لمؤمن زكريا وحتى في لحظه فك الارتباط الراجل بيتعالج، الاهلي يعلن تحمل بالكامل نفقات علاجه حتى شفائه بالكامل، وهو الان لم يعد مثلا لاعبا. ده النادي الاهلي ودي قيمه النادي الاهلي ودي قيم ومبادئ النادي الاهلي العظيمه اللي هي موجوده وبتسري فيه من 1907. سريعا واخيرا توقعاتك لمباراه الاهلي وبيراميدز؟ تاهل الاهلي ان شاء الله لربع النهائي ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. يا استاذ اوسي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. شكرا يا استاذ امير، انا بتشرف بوجودي معاك. نبقى مستنيين حلقه كل خميس. ربنا يخليك، ده شرف ليا. شكرا ليك، نورتنا يا استاذ اوسي. كان ضيفنا العزيز طبعا الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير ونائب رئيس تحرير الاهرام، واتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا على الساحه الرياضيه المصريه والعالميه كمان وفيما يتعلق بالنادي الاهلي بشكل محدد. خليني قبل ما اختم محركه اقول لكم نتيجه مباراه مصر للناشئين كره اليد مع ايسلندا حتى الان 23-18، ان شاء الله يفوزوا ويتاهلوا لدور الثمانيه والنصف النهائي. نصف النهائي، نصف النهائي ان شاء الله يتاهلوا لدور نصف النهائي، ونتمنى لهم كل التوفيق في انجاز جديد لكره اليد المصريه. ما تنسوش بكره ان شاء الله هيكون عندنا حلقه لكلام في الميديا. احنا بنطلع دلوقتي معاكم كل جمعه، بنطلع معاكم 7 ايام في الاسبوع. انتظرونا بكره وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.